بكم في فيديو جديد. انا اليوم كنتواجد منطقه اكادير، انا على اعشاب مدينه اكادير طريق السيار قصات الدار البيضاء تجاه اكادير. القوارض مبقات واحد 30 كيلومتر على الاقل. دابا انا كنتواجد في منطقة أمسكرود، يعني في طريق السيارة، يعني منطقة أمسكرود راه معروفة الناس اللي كيدوزو منها هما لي غيعرفوها. دابا غنقوم بعملية النزول في هاد الهبطة هادي، و بغيت نصور و بغيت نشارك معاكم و نبارطاجي معاكم هاد المغامرة هذه في النزول هذا إن شاء الله. كيفاش غادي ننزل و المستوى ديال الصلالة غادي ننزل بيه، الطريقة ديال الدوبلاج، المهم بزاف ديال الأمور اللي غتشوفوها إن شاء الله معايا اليوم. نرجعو نشدو الهدروات ديالنا. انا دابا في راس العقبة، يعني هذا هو الديبار ديال امسكرود، البداية ديال الهبوط ديال امسكرود. كتبان لك غارقة داخل الفقود و الخارج مولود. المهم انا دابا مشارجي، بالنسبة لي انا مشارجي 25 طن، يعني الشارج قانوني، شارج قانوني. يعني غنحاول نهبط انا بشوية، يعني 55 يعني باش ملي ديباسي 55 يوصل 60 يخدم الوطار دو اوتوماتيك، بلا ما نخلي خدام ديريكت. شو يعني من الاحسن تخلي اوتوماتيك حسن ما تخدمو ديريكت. يعني انا غنقص السرعة 55 صافي. انا ريكلت يعني فيكسيت السرعة في 55، يعني دابا انفو وصل 60 غادي يخدم روطار دو. هادي الطريقة اللي كينصحو بها الناس، يعني بلا ما تبقى مخدم الوطار دور هبط شد طلع شد طلع، يعني كدير الطريقة هادي الوطار دور كيخدم اوتوماتيك، يعني كيرجعك للسرعة اللي نتا مفيكسي اللي كترجع ليها كيتحيد اوتوماتيك. يعني الشاحنة قدامنا هنايا كاين واحد المخصص على بعد، يعني خاصك تخرج الدور حيت العبطة شوية صعيبة، خطر ماشي غير صعيبة، يعني خصك تشوف من بعيد الكاميو الا كان غادي بشوية، خصك ترد الباب بزاف. يعني عشان هنايا الهبوط على حساب الكاميو اللي انت غادي بيه، كاين اللي كدا عندو كاميو مزيان، كاميو مزيان فيه روطار دور، يعني راه كتهبط مرتاح، يعني مرتاح ماشي مرتاح يطلق الكاميو تما غادي هابط بالله يطلع، يعني غادي مرتاح غادي وراد البال حتى في نفس الوقت. يعني غير الروطار دور كيعاونك شويه، كتنقص السرعه ديالك كتفيكسيها كتخلي الروطار دور كيدير خدمتو، انت كتبقى ترد البال غير لو بغيتي الدوبل واش الطريق خاوي الله على حساب الطوموبيلات تا هما راه كيكونو جايين الكاميوات جايين هابطين بشويه والطوموبيل جايه الطوموبيلات عندهم المبيع هنايا في هاد الهبطة. يعني الا كان كاميو فيه روطار دور كتهبط شويه مرتاح، يعني مرتاح من ناحيه اش، من ناحيه الفران والروطار دور ماشي هو، راه كاين فرق، كاين فرق بين روطار دور او الغالونتيسو واللي ما عندوش روطار دور. يعني اللي ما عندهمش، الناس اللي ما عندهمش روطار دور كيهبطوا غير فران ديال الرجال، فران ديال الموكا ولا فران الموتور، يعني كيكون ناقص شويه ما كيتحملش
جد باش دافعك، باش كيدافعك، باش غادي الكاميرا في الهبطة. يعني شنو هو كيخليهم كينقصوا السرعة، كيديروا فيشا صغير باش كيهبطوا. يعني في كاميو كيتم غادي هابط مخنوق، هابط كتشوف. يعني هاد الشاحنة دابا قدامنا تاهي، غنقوموا بالتجاوز ديالها على البعد، يعني من بعيد، حيت لما تجاوزتيش من بعيد ما عمرتيش اليسار ديالك من بعيد، غيقر الطوموبيل غتلقاها جاية بالمية، يعني ما غتخليش لك الفرصة. ما خرجتيش من بعيد غادي لا قدر الله مشكلة. صافي، هادي هي أمس كروت، كتبقى هابط بهاد الطريقة. هادي كان عندك روتار دور كتفيكسي، ما كانش عندك روتار دور كدير بيتش صغير وكتبقى غادي هابط. هاي بالنسبة للناس اللي ما عندهمش كاميوات، اللي ما فيهمش روتار دور، كيستغرق واحد المدة ديال الهبوط، يعني تقدر تولي ساعة، ساعة ونص، ساعتين، كاين الناس اللي كدير 3 سوايع في الهبطة. الهبطة مكتجاوش تقريبا واحد وعشرين كيلومتر، فاهم؟ جوج الأولى والتانية. الجبال والتلال والعظام، منفذ حالة الخطر. على بعد كيلومتر هذه هي العبطة الخوت ديال أمسكروت، ولا هو هاد لي دودان هادو اللي كيبان لكم قدام، هاد الأشرطة هادي اللي كتبان لكم قدام، هاد الأشرطة هادو اللي داروهم مؤخرا واحد العام ونص دابا تقريبا، ولا هادي على قبل، يعني ملي كدوز من فوق منه بنادم كيفيق شوية، كيوقع عليه واحد الاهتزاز بحال الشكل ديال الفيبرو، كتفيبرا باش تفيق. أجواء زوينة في هاد الصباح هذا، يعني دابا شحال 8 ديال الصباح، صغير والشمس يلا طالعة. وحنا قراب نهبطو الهبطة الأولى، قريبة تسالي. واخا قريبة، واخا الهبطة الأولى قريبة تسالي، يعني راه هذيك المسافة اللي غتبقى ما بين الهبطة الأولى والتانية راه تاهي هبطة. تبان لك الطريق مقادة وهادي، ولكن راه تاهي هابطة، راه ملي الكاميو كيبقى غادي مدفوع، يعني تاهي هابطة. الإنسان ملي يكون هابط ما يتيقش. نحن الآن أصدقائي على أعتاب مدينة أكادير، مدينة أكادير في اتجاه المرسى إن شاء الله. إن شاء الله غادي نصورو أكادير، داخل ديال أكادير وتا المرسى إن شاء الله، نصور لكم ما أمكن باش حتى الناس اللي باغيين يمشيو للمرسى ويعرفو الطريق ديالها، راه غادي نصورها إن شاء الله، وغتبقى تلقاها محطوطة تاهي في القناة إن شاء الله. هنا راه كاينة محطة استراحة داروها جديدة، نطلقو شوية الكاميو. هادي هي الطريق اللي قلتلك كتبان لك مقادة، ولكن راه هابطة في نفس الوقت. الاستراحة هي المحطة، هادي داروها جديدة دابا واحد المدة ديال عام تقريبا باش تحطات محطة الاستراحة أمسكروت، مادة السمية كاع هادي، ولكن منطقة أمسكروت. يا
زوينة، بلاصة زوينة، الجبال دايرين بيها مناظر ربانية. دابا تاني غنقص السرعة شوية باش يمكن لينا نهبطو في الهبطة التانية إن شاء الله. نهبطو في الهبطة التانية دابا غنبداو فيها إن شاء الله. يعني هاد الهبطة، هاد الهبطة التانية تقريبا شوية مخوف على الهبطة الأولى. الهبطة الأولى مهودة تقريبا بشي 6%، وهادي مهودة بشي 5، بشي 5 تقريبا، بشي 5%. يعني هاي غتبان دابا غنطلو عليها غتبان مدينة أكادير. يعني من هنا غيبان لك الهبوط، يعني بشحال طالعة الجبل. مدينة أكادير والشروق، استعملوا فرامل المحرك. يعني أنا ما استعملتش فرامل المحرك مشكلة، غطيح في المشكلة. حنا دابا الخوج بدينا في الهبطة الثانية. المسافة ديالها تقريبا كتجي شي 8 كيلومتر تقريبا، حتى 10 كيلومتر. يعني كتهبط فيتشا صغير، هذا هو اللي بغيتي. الا بغيتي تهبط هاني هذه الطريقة، كتهبط فيتشا صغير صافي. ولا كان عندك روتار دور راك دير اوتوماتيك، ما كانش عندك راك كتخدم حصارات الرجل، حصارات الرجل واليدين. يعني البيدالة ديال الفران وفران الموتور. الدوبلاج ديما كدوبل من بعيد. علاش؟ دابا تشوفوني كنخرج انا من بعيد كندوبل، يعني الهبطة هادي بسبب الدوبلاج كيوقعو الكوارث. يعني كتقول بلاتي نخلي هذا يدوز، كتخلي هذا يدوز، كتلقى راسك انت وقعت شي حدا لاخر اللي قدامك. حيت الهبطة ما كتحس بيها، غادي بنادم مدفوع ما العاود ما كيحس. يعني اللهم الانسان من بعيد يرد البال شاف الطريق لما كان طريق خاوي خرج من بعيد. نرجعو لطروات، طريق خاوي عندنا. الوقوف، وقوف الخطر. يعني في حالة الإنسان هاد البلايص هادو كيديرو فيهم كياس. يعني الإنسان لو وقع ليه شي قدر الله وقعت شي حاجة كيدخل تما باش كيوقف ليه الكاميرا. يعني كيبوردي في الكياس كيوقف، هذا هو الدور ديالو. التجاوز ديال هاد الشاحنة لي عارضة بواحد السرعة بطيئة.
مازال دابا الطريق خاوي شويه يعني، في الصباح الطريق خاوي، النهار كتكون عامره بزاف طوموبيلات، الكاميوات، الكيران، جميع وسائلنا. في الصباح الدنيا خاوي شويه يعني، كاين واحد السهوله في المرور، الطريق مرخوف. الشاحنات خير ودليل، هادو عارضين قبيلة ويعني الناس عارضين غير بشوي فيتا صغيرة غادي تشفلاني تتعب الله أكبر. واحد الشاحنة على المباشر، الله أكبر، الله 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 الله. شو هاد السيد مسكينة شوق عليه، انا مشابه هذاك الكاياس بوربا واقع بوربا واجلي الكامل. خير دليل هو هادشي اللي واقع دابا، يعني هاد القاص خليه لفلان ولا مبقاش باغي يشد ليه لفلان ولا كان عارف الطارق كامل ولا شي حاجة. ملي دخلت تما هذيك المنطقة الحمراء يعني بلاصة ديال الخطر، بوربا بيت كامل على جيم عبد الله، عبد الله ملي بوربا لي جيم، يعني الطريق خطيرة الإخوان، الطريق خطيرة بمعنى الكلمة. يعني كاينين شي وحدين كيبانو لك هابطين يعني طالقين الكاميو وكذا، وهادي يعني هادوك راه كتلقى بعدا هو مشارجي خفيف، فهمتي؟ غنشوف الاخوان يعني كل واحد مشارجي الخف يعني ما عندوش مشكل. دابا سالينا الهبطة، دابا غادي نطرقو الكامل ان شاء الله شوية، نزيدو في الفيتاس ديالنا. شميشة طلعت الصورة، خوتي حنا وصلنا قراب، وصلنا للبياج، قول وصلنا للبياج، يعني وصلنا للبياج ديال مدينة أكادير. حتشو واحد 20 دقيقة أو 25 دقيقة هي المدة اللي استغرقت في هاد الهبطات هادو. شدوا الممر ديالنا على اليمين باش تخلصوا البياج ونواصلوا المسيرة ان شاء الله. بقاو معنا اخوتي، تابعوا الفيديو ان شاء الله، مازال نصور في مدينة داخل مدينة